مع الانطلاقه. هل احد الاسماء تضيف الانتصار الثاني؟ فتحت البوابات على بركه الله في اولى اشواط هذه الامسيه بمشاركه 3 مهارات بمواجهه 15 مهرة تبدا مجنة. احد الاسماء المرشحه الى المركز الاول والمسار الداخلي لازارو، وايضا في المرتبه الثانيه والثالثه لثقافي. ايضا نشاهد امباير والمنتعش، ايضا ازارو يبدا مع احمد الشرار مقاسمه الصداره مع ثقافي. ابن باند ديني مجنة تأتي في المرتبة الثالثة، وتمران بن كازين هوست بشعار على السحمان إلى المرتبة الرابعة، قريب جدا من صدارة هذا الشوط. وأيضا خولاني مع روبرتو بيريز عبر المسار الخارجي يتقدم في المرتبة الخامسة. مجنة تتقدم بشعار ابناء الشريف فزع شاكر العبدلي، وكذلك أشاهد التقدم من بقية الأسماء. هل تبدأ مجنة المركز الأول وأزارو المرتبة الثانية؟ وأيضا الدخول من بقية الأسماء مشاهدينا الكرام. الوشمي قادما مشاهدينا الكرام مع عادل أفريدي يفتتح أولى الأشواط، وكذلك أشاهد تمران في المرتبة الثانية. الوشمي إلى خط النهاية، وأيضا في المرتبة الثانية لحص بن وطني مع عبد العزيز الموسى الفلفل.